يعتبر التين من الفواكه الأكثر شهرة لفوائده العديدة، ولكن هل فكرت يوما بفوائد ورق التين؟ حاول شرب منقوع أوراق التين للتمتع بهذه الفوائد والتي سنتحدث عنها بالتفصيل وكيفية تحضيرها. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يساعدنا كثيرا. فوائد شرب منقوع أوراق التين: تعودنا دائما التخلص من ورق النباتات والفواكه والخضروات، إلا أن الأبحاث الحديثة أثبتت أهمية الورق والتي تفوق في كثير من الأحيان فائدة الثمرة ذاتها. والكثير منا يتخلص من أوراق التين والبعض الآخر لا يعلم بوجود فوائد له من الأساس، تلك الأوراق التي تحمل بين طياتها الكثير من الفوائد الخفية التي تفاجئ الدارسين والباحثين يوميا في مجال الغذاء والصحة. ولتحصل على فوائد أوراق التين عليك اقتناؤها ونقعها وشربها مرة أو مرتين أسبوعيا على الأقل لضبط وظائف الجسم لتعمل بكفاءتها العالية والتخلص من مشاكل صحية كثيرة. فوائد شرب مغلي أوراق التين: يساعد منقوع ورق التين في خفض مستوى السكر في الدم، وذلك بزيادة حساسية الأنسولين للجلوكوز، ويكون هذا بنقع ورق التين في ماء مغلي وشربه مثل الشاي قبل الإفطار في الصباح، كما يمكن شربه خلال النهار. يساعد منقوع أوراق التين في حماية الكبد من التليف، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعزز وظائف الكبد وتساعده في تخليص الجسم من الفضلات والسموم. تساعد أوراق التين في خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة والتخلص من الحمى، وتساعد الجسم في استعادة درجة حرارته الطبيعية على الرغم من وجود علاجات طبيعية أخرى مثل الشاي والفواكه وأوراق الريحان، إلا أن أوراق التين أكثرها فائدة. تساعد أوراق التين في التخلص من البكتيريا المتراكمة في الفم لاحتوائها على خصائص عديدة للقضاء على الجراثيم والفيروسات بشكل عام، خاصة إذا خلط منقوع التين مع العسل. تحتوي أوراق التين على كميات كبيرة من عنصر البوتاسيوم الذي يعد مهما جدا للتوازن الطبيعي لضغط الدم، لذلك فإن شرب منقوع ورق التين يساعد في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي. تساعد أوراق التين على تعزيز الرغبة الجنسية عند الذكور والإناث على حد سواء، وذلك لاحتوائه على الأحماض الأمينية المهمة بالإضافة إلى حمض النيتريك. وللحصول على هذه الفائدة، تنقع ورقتان أو ثلاث من أوراق التين في الحليب لمدة ليلة كاملة ومن ثم شرب المنقوع. يعالج الإمساك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تعزز وظائف الأمعاء، كما يمنع الإصابة بعسر الهضم والضعف الجنسي والسعال والسكري ومرض الربو والتهاب الشعب الهوائية، كما يعتبر من الوسائل الصحية والسريعة لزيادة وزن الجسم، لكنه في الوقت نفسه يعتبر مفيدا جدا لتنظيم وزن الجسم. يحتوي ورق التين على كميات وفيرة من الكالسيوم مما يعزز كثافة العظام ويمنع فقدان الكالسيوم الذي يسبب ضعف العظام، كما يحتوي على كميات وفيرة من الفسفور الذي يحفز تكوين العظام. مضغ أوراق التين يحسن نظام المناعة في الجسم، فهو يحتوي على الكثير من الألياف وهي جيدة لمكافحة أنواع السرطان وخاصة سرطان القولون والجلد والثدي. يساهم مغلي أوراق التين في حماية القلب لأنه يقلل من مستوى الدهون الثلاثية ويقلل خطر الإصابة بالسمنة، كما أن اتباع نظام غذائي مع تناول أوراق التين يساعد على التقليل من هذه المخاطر. المواد الكيميائية الموجودة في أوراق التين تعالج التهاب الشعب الهوائية بفعالية كبيرة، مما يقلل من الأعراض المصاحبة لمرض الربو أو منعها وتحسين عملية التنفس. لا يقتصر الحديث عن فوائد أوراق التين على ما سبق وتحدثنا عنه، فبالإضافة إلى ذلك فإنها تقلل من مستوى الكوليسترول في الدم وتعزز القدرة على النوم وتحمي من الإصابة بالأرق، كما أنها تزيد من طاقة الجسم وحيويته، وتعتبر ملين طبيعي ومطهر للبشرة من البثور وحب الشباب، وتقلل من أحماض المعدة مما يجعلها مفيدة للنساء الحوامل، كما تساعد في علاج القوباء الجلدية وتعالج السأليل التناسلية. والآن دعونا نتعرف على كيفية تحضير منقوع أوراق التين. نحضر ثلاثة أوراق من التين،
ثم نقوم بغسلها جيدا للتخلص من الأتربة العالقة بها. بعد ذلك نقطع هذه الأوراق إلى قطع صغيرة. نقوم بغلي لتر من الماء ثم ننتظر حتى يبرد قليلا. نحضر براد حافظ للحرارة ونضع الأوراق فيه، ومن ثم نصب عليها الماء المغلي بعد أن يبرد. نترك البراد المنقوع به أوراق التين لمدة ساعة، ومن ثم يمكن استعماله وشربه مثل الشاي قبل الإفطار في الصباح، كما يمكن شربه خلال النهار. ربما يتبادر للذهن، هل يمكن استعمال أوراق التين المجففة بدلا من الأوراق الخضراء؟ نعم، يمكن تجفيف الأوراق بالظل بعد غسلها جيدا، ومن ثم نقوم باستخدامها كالأوراق الخضراء. ولكن هنا في هذه الحالة الأوراق المجففة نضع منها حفنة باليد لنقعها في الماء المغلي. نصائح قبل استخدام أوراق التين: ضرورة الاعتدال في استخدامها، حيث أن الإفراط في ذلك من شأنه أن يسبب الضرر لصحتك. بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية لمواد تتواجد في أوراق التين، ولذلك من المهم معرفة ذلك قبل استخدامها. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.